أصبحت المساكن العشوائية منتشرة في كل مكان، والتهمت الأخضر واليابس. فوفقاً لأحدث الإحصائيات التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2008، وصل عددها إلى 1321 منطقة. وهذه المناطق كالحزام الناسف الملتفة حول القاهرة معرض للانفجار في أي لحظة. إيه يا عم الكلام الكبير ده؟ عايزين حاجة نفهمها. بقى كده. طب شوفوا يا جماعة، العش اللي شايفينها دي من منطقة عشوائية، والناس اللي فيها غلبانين غلبانين قوي، وفي كل عشة وعشة 100 حكاية وحكاية. يا عم بس بقى سيب الناس تتفرج. أزمة السكن وأزمة البلد خربانة أصلا، ما فيش فلوس وكده. دنيا خربانة يا عمري، خربانة دنيا، خربانة عمي، خربانة دنيا، خربانة يا عمري، خربانة دنيا، خربانة يا عمري، خربانة. ولما قعدنا مع الناس دي لقينا، احنا سمعنا ان في شقق بيتقدم عليها، وعن قلنا نقدم وكده، وقدمنا ومفيش حاجه لسه. مشوار طويل يعني على ما تيجي الموضوع شويه. زهقت طبعا من الدين اللي انا فيه يعني. احنا عايزين الورق اللي قدمنا عليه على الشقه ده عايزينها تيجي، عشان برضه الواسع كويس ونعرف ان معانا عيالنا نجيبها. لكن كده مفيش. جيت من المنيا عشان اكلاشني. احنا قلنا ان في هجره مستمره من الريف للمدن، وده نتيجة الإهمال للمناطق الريفية في بعد عن وجود استثمارات أو تنمية المناطق الريفية، في اهتمام أكبر بالاستثمارات في المدن، فده أدى للهجرة المتزايدة للسكان من الريف للمدن. بس هنا في عيوب كتير يعني. في الصيف شفت أنت امبارح درجة حرارة 42 كان هنا مستويين، وفي الشتاء برضه الشتاء بتنطر هنا وبنمسح بالمساحات والكلام ده. وغير كده في ناس هنا عندها يعني حمامات داخليه، وفي زي ما انت شفت كده في حمام عمومي يعني اوضه بالخشب والكلام دوت. هي اوضه حوالي 2 متر وفي 3 متر. تم صرف مليارات، يمكن 3.2 مليار جنيه لغايه دلوقتي على تطوير المناطق العشوائيه وامدادها بالميه والصرف الصحي وبعض الخدمات التعليميه او الصحيه. شو قريبا يعني، مثلا ما احتفلناش مثلا في دار السلام ولا الحاجات اللي هي بتاعت الازاله والكلام ده. جم كذا مره، يمكن بقالهم حوالي 20 سنه يجوا يحصروا، وما فيش اي ايجار ولا اي حاجه. احنا حاسين ان هم ياجروا لنا هذا المكان، بس ما فيش طبعا حته شقق بديله والكلام ده، ما فيش اي ذكر ليها خالص حصل. كل واحد بيبقى عايز يعيش مستريح او يبقى على قد المستطاع، ما يقدرش ما يتعبش في حياته، ما يبقاش محتاج دواء ما يلاقوش، ما يبقاش محتاج سكن مثلا يقعد فيه بنت بعيد عن اولاد ما يلاقوش، ما يبقى محتاج خصوصيه في حياته. طبعا صعب لان الحمام هنا مشترك، فدي كل احتياجاتنا. احنا مش محتاجين قصور يعني، احنا بندور على الحياه البسيطه اللي نقدر نعيش بيها بدون قلق بدون مشاكل. والله ده حلم مستبعد طبعا، لان الحكومه عندها هموم اكبر من كده بكتير، عندها اهداف تانية وهموم تانية ومشاكل كتير قوي بعيدة عننا خالص. احنا فعلا مهمشين يعني. العشوائيات في مصر يمكن هي حالة منفردة ومختلفة يعني كل النواحي عن العشوائيات في العالم. فالعشوائيات في مصر هي في معظمها، في أغلب أشكالها، هي مجرد امتداد عشوائي أو غير رسمي عملوا الأهالي نظراً للزيادة السكانية المختلفة. فهي بتعتبر مناطق مخططة أهلياً كغايبة عن التخطيط الحكومي. مشكلة الإيجارات اللي كانت موجودة في الأول، وظهور التمليك اللي أدى لارتفاع أسعار الوحدات السكنية بالنسبة للمجتمع أو الشباب اللي هم بيبدأوا حياتهم، فبيدوروا على وحدات سكنية ممكن تكون أرخص في المناطق العشوائية. الحكومة هي بتشارك في جزء من أو في بعض أو في جزء من الأسباب الخاصة بالعشوائية. Thank you.
الدقي احسن من فيصل بكتير عشان الزحمه والكلام. على فكره نسيت اقول لكم حاجه مهمه، كل اللي انتوا شفتوه ده في حي راقي في محافظه الجيزه، ده احنا كمان في الدقي ومش على الارض، احنا فوق سطح عماره. شفتوا وصل بينا الحل فين؟ المسؤوليه هنا مش مسؤوليه الحكومه لوحدها ولا الناس لوحدهم، دي مسؤوليه مشتركه بين الاثنين. بس يا ترى الناس دي هتفضل كده ولا ممكن في يوم حالهم يتغير بدل ما هم عايشين على الهامش؟ لسه برضه بحبها، قد ذلي وذلها، قد نارها وليل قهرها وضع قمرها وشمسها، قد غل اللي ذبحها وعاش وسط دمها، قد انياب الديابه، قد دعوات الغلابه، قد نار اللي في سجونها واللي شاربين سمها. لسه برضه بحبها، قد نيل شايل تقيل ما قدرش يحمل همها، قد بحرين من حنين لزمن هناها وعزها، قد عمر هرم حزين شاف المرار، قد نار واكل القلوب على حزنها. عشت عاشق كل دمعة هم سالت من عيون من غير ما تشرح حالها، قالت عاشقة زي بلدنا، بس بلدنا فين؟ مين يصدق انها تبيع لحمها؟ مين يصدق مصر تبيع لحمها؟